علامك يا اخوي، من رجعت للبيت وعلمتني باللي صار عند القاضي محارب وانت ما انت خواص. ما ادري وش بدي اقول لك يا خية، بادي توخر وهذا شيء يحير. ويش الظن؟ الفكر صار يودي ويجيب يا خية، وما ادري ان كان اللي جينا له قربنا منه ولا صار بعيد، وهذا شيء يخوف. ما دام وجه القاضي بينك وبين بادي ما بيها خوف يا اخوي، وانا ظني الحين بعد ما قلت لي ان سلام ما هو بالديره انه انهزم منها وما ظني يعود ابد. معقول؟ اذا فكرت بالامر زين يا اخوي وتذكرت ان سلام هو اللي وقع بينك وبين بادي ما تلاقي لها غير اللي اقوله. وكوت سلام الحين خاف يجي ويشهد مع بادي وينكشف امره. الكلام اللي تقوليه معقول، لكن انصح كلامك يا خيه، بادي وشد يساوي؟ العماه الشيطان، ترى يقع بحرج كبير مع القاضي محارب لو ما رجع المقعد الحق، ونهداه الله تراه يلفي ويعترف بالحق، واللي جيناه بإذن الله للقاه يا أخو. يا ليت يا الهنوف، يا ليت. أنا تعبت من الرحيل والنزيل بين الناس، أريد أرجع لأهلي وعرباني وأعيش بينهم. السلام عليك. أنت وين يا خاين العيش والملح؟ شلون يا طويل العمر؟ شلون هذه؟ لزوم أنت تعلمني بها. وش تقصد؟ اللي أقصده سالفة تصليح راعي برجس، اللي كذبت علي وقلت لي كلام شين مثل وجهك. أنا؟ إيه أنت ورقبتك ما تهنجة مني إن ما قلت لي الصحيح. أقول لك وأمر لله، لكن قبل ما حكي ترى أنا مظلوم وأنا الضحية لسلام وعايش، وأنا من يوم ما انكشف أمر سلام وعايش، وأنا ضميري يعذبني وما أفكر باللي صار وما أعرف وش اللي صار معي. قل وش اللي صار؟ هذا عايش وقع بيني وبين صليح وخلاني أضربه، ويوم شكاني لك صليح إجى علي عايش وقال لي سالفة للي أخلص بيها حالي عندك. يعني الكلام اللي قلته على سان صليح وبرجس مو صحيح؟ إيه بالله ما هي صحيحة، كلها كذب وكذب، وأنا دوبني عرفت إني غلطان وأريدك تسامحني يا طويل العمر. ملعون فعلتك الشيرة هذه، ما لها غير طردك من الشغل. أتوب يا عم أتوب. أمش. ومن باكر لا تلعب الحلال ولا تطلع من الديرة بلا يذن مني. زين يلا. يا هلا وسهلا، ارحب ارحب ارحب. يلا انت حييه. يا هلا وسهلا، حياك الله يا لفو. عليكم السلام، حياك الله يا لفو، حياك الله. شلونك؟ هلا شلونك؟ الله يسلم. خير وشلونك؟ كيف الحال؟ خير. حقوت يا اخوي انت اضافي ولا انا غلطان؟ لا بالله ما انت غلطان. حياك الله يا لك اضافي. تفضل تفضل يا اخوي تفضل. قبل ما افوت اريد اشوف سلام. سلام؟ اي اريد اشوف البايق الخاين ناكر الجميل والنعمه. أشهد بالله أن فيه كل الوصائف هذه وزود بعد، لكن يا أخوي سلام انهزم من الديرة وأنا هقوتي إنه جاي مع ربكم. يا ليته كان سواها، كان ما ظل له أثر بالدنيا وأنا طلابه. زين يا ابن الحلال، الحين تفضل اقعد واستريح وعلمني بالسالفة كلها من الأول. زين. تفضل يا أخوي تفضل. جوت يا عمتي. وش جايبك هان؟ عذاب الضمير وطلب السماع. اللي ساويته تستاهل عليه الموت. إيه بالله إن استاهل الموت،
لكن صدقيني انه ضحيه لسلام وعايش مثلي مثل عم بادي، وهم اللي مشوني درب التوه والخطا من غير قصد مني. وش اللي تريده الحين؟ اريد الشيخ بادي سامحني ويردني لشغلي، لانه وراي اجيان واذا ما اشتغلت يموتوا من الجوع، وهذا ما يرضيك يا بنت رجوان. الرزاق الله يعيد، مرينه العبد ببعض الاحيان يظلم حاله وعيال. روح انت الحين وانا الله يقدرني واقنع اخوي باد وخله يعودك لشغلك. بارك الله بيك، نسلم عليك. ما هو حق بكلام، اذا اخوي بكبر مقدار انخدع بسلام شلون الوم هالمسكين. ايه، وحين ما لقتنا بديرتنا السابقة صدفها رجل وحرمته كانوا مرين من هناك وخذوها لديرتهم وعلمتهم بكل اللي صار بينها وبين سلام. ايه، وش صار لها بعد؟ من التعب والعطش والجوع صابها الوهن والضعف وما تحملت، والكريم خذاه وداعته منها. رحمة الله عليك يا نوفا، بعد كل اللي ساوته له يسوي فيها سواه؟ علينا يا أخوي باق بينا حنا الاثنين، وسوالفه سارت على كل لسان. والحين ودي إياه لجل أقعد المقعد الضيق وأخذ حقي منه. ومن سمعك يا أخوي يا ضعفي، لأن اللي سوى بي ما ينذكر، واطلبي هو طلبك، لكن هالحين ما لقيت له مكان. وإيش الحل برايك؟ الحل إنك تساوي مثل ما سويت. شلون؟ خلي رجالك بكل مكان، يمكنهم يصدفوه ويمسكوه، ويومها نشوف لنا فيه يوم. زين، وإن مسكته الله يهديني وما يبلاني بدمه. وأنا أتمنى أشوفه بعيوني قبل ألقى مصيره. علامة قطعت الأمل يا أخوي برجس، لأن صرت أحس إن بادي ماطل بينا وبالشيخ محارب. أظن إنه بطل على المقعد الحق، ما يرميه على خاطره يا برجس. الحق حق ولزوم ينقعد له، إن كان مو هاليوم باشر، وإن كان مو باشر ولو بعد دهر، الأمر هذا مو هين. وحنا ودنا ننتظر دهر يا صايل، ما يكفي إنكم طولتوا عديرتكم، والشيخ حمود الحين ينتظركم. عين خير يا برجس، ما ظنيت الشيخ محارب يصبر على بادي أكثر من هيك، لزوم يلقى له حل. وشو حلها يا شمال؟ أنا أقول نقول للشيخ محارب يرسل مرسال البادي ويشوف وش بلاه. لا بالله، برسل مراسيل ولا غيره، أنا أروح له بنفسي. بس حنا ما ودنا نثقل عليك يا طويل العمر. الثقلة على الواجب ما هي ثقلة يا الربع، وأن الله يسرني الفك النشب بينكم، وانتوا حطيتوا أمركوا على بساطي والزوم حملوا بيدي لو كان ثقيل. بارك الله بيك يا طويل العمر. يا الربع، أريد كل واحد منكم ياخذ جماعة معه وتروحوا لكل مكان. أريدكم تدوروا على سلام. أريدكم تسألوا الصديق ومرار الطريق. لحين ما تعرفوا وين هو وتجيبوا له هان. وأريدكم بعد تجيبوه حي. لا 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 لا، يلا ابوي انت وياه، يلا شوفوا شغلكم. يا أخوي يا بادي، أنا أشوف إن الوقت يمر وإنت بعدك تنتظر جاية سلام، والقاضي محارب والجماعة ينتظرونك هناك، وش يقولوا الحين وإنت وخرت عليهم كثير؟ إيه خيه، بلعون يا خيه، ماني قادر أجزم بالأمر. كان ودي أخذ سلام ربيط ذليل وأرميه قدامهم وأعلمهم عن فعائله الشينة، كل إن سويتها سواه يبيض وجهي قدامهم. الخوف يا أخوي إن سلام ما يعود أبد، وإنت تظلك هان والشيخ محارب يشك بنيتك. عيني خير يا خيه،
أبصبر يومين أو ثلاثة، ما قضبت سلام أبتوكل على الله وأروح يوم ديرت الشيخ محارب، ولا وديه يصير يصير. بارك الله بيك يا أخوي ويسر نيتك الفعل الخير، لكن عاد أريد أرجاك بشغلة. وش هي؟ عيد خير وش فيه؟ يا أخوي رجع الشغل بعد اللي سواه، شلون أرجعه يا خية؟ ارفي ذلته يا أخوي، لجل عجيان وقلي مالهم بالدنيا غير الله ثم غير عيد مسكين وضحك عليه وما كان يقصد. زين زين، وش اللي ودك إياه؟ ود اللي يرضي ضميرك. خليه يعود من باكر. صحيح يا عمتي؟ إيه صحيح، لكن أحذرك تعودي لهيج شغلة مرتين ثانية. أبد أبد يا عمتي، وأنا أدعي ربي إني أعود لك برجس والهنوف وتصير الفرحة بالديرة كلها. سلم عليه. يا هلا والله، هلا حياك الله. حياك الله شيخ محارب، تفضل تفضل حياك الله. يا هلا والله وسهلا، سريح سريح تفضل. يزيد فضلك. الله يسلمك، الساعة المباركة اللي ضفت لي يا شيخ محارب، وعسى الله يقدرني واجاوبك على اللي جيت لاجله. عسى انه خير. خير ان شاء الله، واذا سمعت جوابي تبي تعذرني. الصحيح انا جيت لك يا بادي بعتب كبير، لكن قلت الغايب مالك غير شوفة وجهه، وقلت بعد لابد من عذر كبير وناك عنه. بلعون انه عذر كبير وصعيب بعد، عسى ما شر. فهمت وش طلبي يا الاخو؟ ايه بالله فهمت. ام ثولس ام ربع ام خومس ام سودس ما يهمني ثمنه، انا ادفع ولك مني اللي يرضيك. زين زين زين، لا عاد امشي انا الحين وباشر نلتقي هان ومعك البيت. نسلم عليك. توكل على الله، مع السلامة. الله يسلمك. وصايف هذا الرجل مثل وصايف سلام اللي هي يدورون عليه. من نعمة الله علينا أن السواية اللي سواها سلام وجماعته انكشفت عندنا، والكلام اللي دس به عن برجس عندي انكشف بعد، والشبرية اللي خذاها من شامان يوم كان بني عندنا عرفت بيها يا شيخ. الحمد لله اللي هداك للحقيقة. الحمد لله يا شيخ، واللي يسوي هالسواية وكاد أنه هو اللي سرق الصقلاوي، واللي سرق الصقلاوي وكاد بعد أنه خذ قيد برجس، لأن اللي يسوي هذه يسوي هذه يا شيخ. كلام يدخل العقل وما به شك. وهذا كله يا طويل العمر اللي وناني عنكم وما خلاني أقابلكم بسرعة. وكل الله يا بادي، أنا ما بيزعل عليك، وكل اللي يهمني وجه الحق ونلما يرجع المناقع. عسى يا شيخ
عسى يقبل مني برجس ويسامحني. ودك الصحيح يا بادي، من عرفت بقصتك وقصة برجس وسمعت منك ومنه ومن غيركم، وانا احس انك البادي بالغلط والخطأ، لانك طردت برجس وخالفت عوايد العرب وحرمته من بيته وحلاله بلي حق. وانا اعترف لك اني غلطان يا طويل العمر، والاعتراف بالحق فضيلة. بالنسبة لبرجس، انا اشهد انه رجال طيب وشرواك، وانه خصائله الطيب والمسالمة، ويحبك وما يريد غير الخير بينك وبينه. ما هي كبيرة عليه يا شيخ، وهذه عوايده. رجال هذه وصايفه، ألا إنه يسامح وما يريد غير يرجع لديرته وتعيشوا إخوان مثل ما كنتوا. أنا جاهز يا طويل العمر، واللي تحكمونها علي رقبته السدادة، ومن اليوم ورايح اللي يصير علينا يصير عليه، وترى العرب عربه. وهالحين يا طويل العمر صار لي وجه أروح معك وأقول له هالكلام بنفسي. بالعون إنك ما قصرت يا بادي، وأنا أشوف بعد ما قالك هذا إنك لا تروح ولا تجي ولا تتعب حالك بالمسير. أنا مون على برجس وأعلمه بنيتك وزود، وخلوه يروح لديرته هو واخته. ألينك تمون عرقبتي يا شيخ محارب، وانت مكفي وموفي. ما سويت غير الواجب يا ولدي. يعني يا طويل العمر، نفهم من كلامك إنه بادي اعترف بالحق كامل وبلي قعود؟ إيه صحيح يا ولدي يا شامان، والصحيح إنه ما كان له وجه يقعد للحق، وهو عارف إنهم حقوق، ويطلب السماح من الجميع ويهدي السلام للجميع. الحمد لله اللي صفى القلوب، وترانا كلنا مسامحينه. ما تقصروا. وأنا أقول يا برجس، مبروك عليك رجوعك لديرتك. بارك الله بيك يا شمان، والله يقدرني على معروفك أنت وأبوك وصايل وربعك كلهم. حنا ما قمنا بغير الواجب يا أخويا برجس، وليدكم الليلة ترخصوا لنا خلنا نعود لديرتنا، ترى أبوي يتنانى ويريد يتطمن. لا يا هالربع، أنا أدعيكم تعودوا معاي لديرتي لأجل أكرمكم وأقوم بواجبكم. الأيام بيننا يا أخويا برجس، وإن شاء الله نجيك كلنا بعد ما تبني بيتك بديرتك، ونسعد يمك، وحنا على وعد الخير إن شاء الله. الله يحييكم الجميع، الليلة تعشوا هان وتباتوا، وباكر دربكم خضرة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا الأخو؟ جويت. وش علومك؟ بإذن الله زينة، وصلت لغايتك. وين البيت؟ ما أنا شايفه معك. البيت موجود لكنه مبني، ولزم تشوفه وتتفق مع صاحبه قبل لا يهده. إيه، وين يجي صاحبه؟ خلف ذاك الطايل. زين، نمشي عليه. Thank you.
شلونك يا بادي؟ يا هلا وسهلا. شلونك يا ولد العم؟ عساك بخير. تفضل يا اخوي. شوقي كبير يا الهنوف، وانا شوقي اكثر. يا هلا يا هلا، نورت المكان. تسلم يا دنا. بلعون ان رجوعك غالي علينا يا برجس يا اخوي. دايما صحة وهنا. سعادتي بشوفك كبيره يا بادي. الله يلعن الشيطان يا اخوي اللي فرق بشملنا، وانت العزوه والسند يا اخوي يا برجس. الحمد لله اللي راح الزعل وصفى قلوبنا على الخير يا ولد العم. اي بالله الحمد لله. الله يحييك يا اخوي. اي اي يا اخي، راح اذبح واذبح بزود، ترى اليوم هذا مشهود والفرح به مولود. بالحق. يلا يا ولد. يا هلا يا هلا بولدي، يا هلا بالنشمي. وبيك يبا، شلونك وشلون صحتك؟ بلعون شوفتك تشفي يا ولدي. وشوفك اغلى عندي يبا. حيا الله بصايد. حيا ودوم يا شيخ. بلعون غيابكو شغل البال، طبته الغيبه. وجبنا معنا العلوم الزينه يوبا. العلوم انك قالها يا ولدي. بلعون يوبا، انها انتهت مثل ما بديت. انت بديت بطنافه الخير وانتهت على يد الله ثم القاضي محارب بالخير. الحمد لله الحمد لله، الحين تريحت ووصلت لراحه البال. بلعون هذا يوم ما ينتسى ابد. هذا الحل اللي صار يا اخوي برجس، وانا احق نفسي قدامك ورقبتي سداده وعليها كل مالي وحلالي وكل اللي يرزقني الله، ومنك السموحة يا أخوي. المسامح الله يا ولد العم، وأنا مسامحك من اليوم الطويل لليوم القصير. وأنا يا أخوي مالي أحسن منك أعز نفسي بيه، ورجوعك للديرة رجوع خير، أنك أنت سندي وعزوتي وخطيبتك ترجع لك، لأن ما في الديرة كلها أحد يستاهلها غيرك. وأنت نعم النسب، وأنا مالي غيرك سند، وترخت الهنوف اجتك عطية ما من وراها جزية. أقول لك اتركني. يا هلا يا هلا بهالطلة، يا هلا بسلام. ضافي؟ ايه ضافي. الحقني يا اخوي، وكاد هذول ما هم عارفين اني نسيبك. لا بالله يعرفوك ويعرفوك زين يا سلام. عاد كيف تسمح لهم يسووا بنسيبك هيك؟ انت لزوم تحاسبهم. لا بلعون، لزوم اشكرهم لانهم سمعوا كلامي وما ذبحوك قبل لا تاصل عندي. يذبحوني؟ ليه؟ انا ويش سويت؟ هالحين اقول لك ويش اللي سويت. علامك يا نجمية من نزلنا بديرتنا وانت زعلانة. انا زعلتك؟ غلطت معاك؟ اي بالله غلطت. ما كان لازم تنتقدين بادي من غير ما تاخذ رايي. وش بيها هذه؟ ابوه من قبله نطق لي بدنعة. اي صحيح، لكن دنعة يومها قبلت بيك وما كان عندها راي ثاني. وانت لك راي ثاني يا الهنوف؟ ما انا حرة واخت الحر. اي لكن بادي ما به شيء، وكل بنات العشيرة تتمناه. من قال لك اني واحدة منهم؟ ما هذا القصد، لكن ويش يا برجس؟ تريد تزوجني غصب عني؟ بس انا ماني شايف اني سويت غلط حين اعطيتك البادي. انا شفت ان هذا الشيء يمسح الزعل بيننا للابد. ما فكرت ان كنت اقبل به ولا ارفضه. وليه ترفضي يا الهنوف؟ وش العيب اللي به؟ ما هو ولد عم. انا ما عيبه يا اخوي، لكن ما فكرت بيوم يكون حليلا لي، لا قبل الزعل ولا بعده، وانت عارف هالشي.
وش بخاطرش هالحين؟ يرجع الزعل بيننا من جديد؟ لا يا أخوي لا، ما هذا القصد. لا عاد وش القصد؟ خلها الباكر حين هنلاقي لها حل. الحمد لله يا أخويا اللي هدت لنفوس ما بينك وبين برجس. يا خية الحق لزوم ينتصر على الباطل، واحمد الله ان الله هد القلوب وتصافت قلوبنا وصارت احسن من الاول بعد. ايه لولا إرادة الله ما قضى المراد، وهذه هي رايته بيضاء اللي نجي معنا تحتها. تدرين يا دلعة يا خير، انا من نطق لبرجس بالهنوف وانا اسأل حالي، يا ترى الهنوف موافقة على نطق بي أخوها ولا لا؟ ما هقيت إن برجس ينطق بيها من غير علم منها. معقولة؟ وليه لا؟ يمكن برجس من فرحته بالعودة نطق بهالكلام لجل يثبت لي بنواياها الطيبة. يجوز، لكن لكن ويش؟ ما هقيت إن برجس بحاجة لجل يثبت لك نوايات طيبة، وبالخص انت ما قصرت معه بالهرجة الطيب وطمنته وفتحت له صدرك بعد. يا ليت يا خية، يا ليت لا تقولين يصير يا خية، لأن الهنوف منوت النفس من زمان. لكن إن شاء الله تكون من نصيبك وتصير لك ويصير فرحنا جميع بيوم واحد. أقول يا شمال، بتشوف إنه هالوعد اللي قلت له عنه بزمانك بينك وبين أخت برجس صار قريب؟ اي بالله انت قول الحق يا صايم. ها وليه علامك بطلت تطريه وجيب سيرته؟ لانه بيه سبب ثاني سابق عليه ولزوم اسويه قبل كل شيء. وش هو يا شمال؟ لا يبا الا هاي مقبل بيها. يبا هداك الله توافق. شلون اوافق يبا؟ شلون اوافق ارجعها هي ولدها بعد اللي سووه بينا؟ ألم سامح كريم يبا. يبا أنا ما هقيت إنك أنت اللي تجيني بهالأمر بعد اللي سووا بيك. أنت نسيت وش صار لك من تحت راسهم؟ شتتوا شملنا وتركوا الحسرة كبيرة بقلوبنا. لله ما نسيت يبا، وما نسيت إن أخوي هلال من الحمي ودمي، وخالتي ذهيبة فضلها علي من وأنا عيل، وهي اللي تولتني بعد موت أمي الله يرحمها. لا يبا هذه صعبة وما أقدر أساويها. أنت خير وتغير يبا. يبا هذا ما هو وقته الحين، خليهم يحسوا بخطاهم. يبا أرجاك توافقني، أنا أريد أساوي شيء يفرح قلبك وقلبي وقلوبنا جميع، وما هو هاين علي إن هلال وأمه ما يشاركونا الفرح. والمقصود أنا يبا أريد الزواج. صحيح يا ولدي، من هي ومتى؟ لله يبا، ما أقول لك من هي ومتى غير بعد ما توافق على رجوع هلال وخالتي ذهيب. هيك ما اقدر اخالفك يا ولدي، انا قصدي راحتك وراحت بالك. يعني موافق ارجعهم يوبا؟ زين يوبا ساوي اللي ودك اياه. لطيف تكرهه يا شام على الوعد وحسوه، على جراب اللف ظل سان ماني عن الشوق مخطوبة. لطيف تكر بالهوى هنوف
عندك وتجي صبا ما لقى الهنا؟ ما لقى سعد؟ دوم كنت ببالي ودوم زولك قدامي. اشتقت للديرة وقمرها. ألينك شمسها يا برجس. اقعدي اقعدي أملي عيوني من شوفتك. لسق الله وحنا قاعدين تحت بيت واحد قريب إن شاء الله يا دنعة. أقول؟ قولي. تدري لو خذاني غيرك أموت يا برجس. بعد طولة عمر غيمة وراحت من حالها. أنا أشهد إن الكريم أكرمنا. رايته بيضة وبذنه فرحتنا قريبة.